السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا وياكم للدرس. طبعا احنا توقفنا انه لما عملنا ريفرش ضاع من عندنا الترتيب السنتر، فهنا حتى نحل هاي المشكلة راح نحتاج انه نذهب لل CSS. حنعمل كاستوم اخر حتى لن تلف او لن اثر على الناف ستاتيك توب. حنسميها custom.css. جميل، ونيجي هنا في الناف بار، هذا راح ناخذه حتى لن اثر عليها، وهنا نخلي الكاستوم. الكاستوم الفائده من عنده، هذا نغلقه، كاستوم فائده من عنده، الاكواد اللي احنا راح نكتبها ما راح ناثر على الناف بار، واذا نريد نطبقها راح نطبقها اعتيادي في البراوزر، فما عندنا اي مشكله. بعد ذلك شو راح نحتاج؟ بعد ذلك راح نحتاج انه بعد ما عملنا هذا السي اس اس سيف تكست الاين سنتر، ما عندنا مشكله بهذا، نشيل المسافات this one this one. Text align center. بعد ذلك شو راح نحتاج؟ Bootstrap think أو لا، عندك ال head CSS، لأن احنا هنا بدنا نحمل CSS-ات مالتنا على البروجكت، فأحتاج مجرد انه اعمل كوبي لهذا. طبعا مفروض دائما يكون هو اخر شيء ال CSS مالتك، الكاستوم لازم يكون اخر شيء، لانه ال HTML يقرا من فوق الى الاسفل، يعني من فوق الى الاسفل، فلذلك يمشي بالترتيب، يطبق البوتستراب، يطبق البوتستراب توب، بعد ذلك يطبق الكاستوم اللي احنا عندنا. كاستوم CSS حتكون هي ايضا في CSS، فهذا كاستوم CSS حيكون في داخل الكاستوم CSS شيت. I think هذا اللي احنا نحتاجه حاليا. اوكي، يبقى انه نجي هنا كنترول سي، بعد ذلك نجي نعمل بايثون اوتش بايثون مانج دوت باي كولكت ستاتيك، نعمل انتر yes enter. اوكي، بعد ذلك نعمل run للسيرفر. خلونا نشوف، still not working، لازم اكو مشكله بس ليكون بالبراوزر اللي دي يضيع وقتنا. no it's not a browser. زين، ليش ما دي يتطبق؟ لازم في شيء غلط، لازم في شيء غلط عندنا. custom css custom css موجود فيه ال static root dot text align center text align center. انا طبعا اقدر اوقف الفيديو واعالج المشكلة واحلها، بس بعدين حتكون صعبة عليك انه تاخذ الفكرة، فلذلك المشاكل دائما احب تكون موجودة في التسجيل حتى ناخذ فكرة عامة عنها. زين، في الهيد احنا اللي عملناه هو ايضا في ملف الستاتيك css custom css مفروض يشتغل، لانه فقط نعمل ال collect static اللي هو يعمل update، بعد ذلك نعمل run server that's it. بس الغريبة انه احنا ال css هذا يعمل لو جبناها على ال home، في ال home بال style لما نتركها هنا يعمل، بس انا ما اريد اعمل، خليها يعمل هنا أنا. داخل بلوكس لازم، احنا ناسين شيء، لازم سبرينت بلوك
البيز اتش تي ام ال. بلوك ستايل ما هتصور هنا نحن عندنا مشكلة. الهوم كذلك يتطبق ما بها اي عيب. شوف لاحظ في الهوم ايضا ممكن نضيف شغلات اخرى، مثلا الكولر نكتب عليه بلو او يلو كيفك. هنا السي اس اس مفروض يشتغل، لاحظ صار بلو سي اس اس يشتغل، ما عدنا عيب هنا. زين شنو هو المشكلة ممكن يكون في ال هذا؟ عايد للاند بلوك هنا. اوكي الاند بلوك ما بي مشكلة. خلينا نشوف الوقت. اوكي نوقف الدرس ونكمل الدرس القادم. مع السلامة.